سلام بنات، نتلاقاو فيديو جديد هاد النهار. وهادي وصفه طبيعيه. اول نبغى ندير لكم شي وصفه طبيعيه على القناه ديالي، وهي وصفه ديال العنايه باليدين. اول حاجه غادي نحتاجو لها هو الماء دافي ولا الماء سخون. انا كيعجبني الماء سخون، دونك ما عنديش مشكل كندير الماء سخون بزاف. اي خصنا حامضه، وبالاخص عصير ديال الحامض. اي خصنا جوج معالقات كبار تاع عسل الحامض اللي غادي نزيدوهم في هذا الماء. بحال نتوما عارفين الحامض كيبيض وكيزول كيزول لي تراس الكحول اللي تيكون عندنا في الجسم ديالنا. من بعد جوج معالقات نتاع الحامض غادي نزيدو معلقه كبيره نتاع بيكربونات الصوديوم، ومعلقه كبيره راه هي هاد الخنشه هادي نتاع 7 غرام. جونغ خنشه غادي تكبوها بلا ما تعدوا راسكم بالمعلقه. ومن بعد غنزيدو معلقه كبيره ديال الملحه، والملحه راكم عارفين كتزول الخلايا الميته. وبالنسبه للصوديوم كينقي، راه عنده واحد لا فورس اكتيف اللي كتنقي الجسم تاعي من الخلايا الميته. كنخلطوا كلشي وكنديروا يدينا في الماء لمده تاع واحد 5 ديال الدقائق. انت ما كدير وكتفزك الفوق وكتحاول تحكي بيديك. بيكربونات الصوديوم كينقي الضفارف حتى هما كيوليو بويض وكيتنقاو. المهم كتبقى على هكا لمده 5 ديال الدقائق. من بعد يا اما كتاخذ هذوك الفوطات ديال الحمام الكيس اللي فحال فوطه، ولا كتاخذ الكيس فحال هكا تاع الصابونه. انا اش كنفضل هذا الكيس هذا، معلوم ما غاديش ندير الكيس الكحل باش كنحكو، واني غير هذا. وكنبدا كنحك بيدي، كنحك به زعما يدي كتزول، وعاد هذيك الخلايا ميته كتنقى. وفي نفس الوقت راه فحال كدير مساج يديك، كتحس بانه يديك ولاو خفيفين. ومهم فحال مساج، الاحساس تاع مساج كتحسوا به في يديكم. وملي كنساليو من الحكان كناخدو نص حامضه اللي كنقسموها على جوج، وكنحل كنبركو عليها باش تخرج شويه ديال الماء، وكنحكو بها يدينا وبالاخص البلايص اللي كيكحالو لنا، بحال ديك البلاصه اللي عندنا فيها العظيمات في اليد، ولا العظيمات في صبعنا. المهم كتبقى كتحك باش كتزول ديك الكحوليه، وكتحك حتى في ضفارك باش ضفارك يبيضوا ويصححوا حتى هما. حالي شتي وكنعاود نشلي يدي بديك الماء اللي فيه الخلائط والخليطات كاملين. كنمسح يدي بفويطه، وديك الساعات كيبان لكم الفرق انهم يديكم كيبياضوا بعدا ديجا، وكيوليو بحال اللي خارج من الحمام، بحال اللي درتي لهم الحمام هما هكاك. بحال عارفين بما ان الحامض كينشف اليدين، يا اما من بعد غديروا كريم تاع اليد اللي كديروها دائما، ولا غتزيدوا تكملوا غديروا ماسك اللي اصلا كيزيد يبيض اليدين، كيرطب ويبيض. لهذا الماسك هذا غادي خصنا معلقه صغيره ديال الخرقوم، ما تخافوش ما يبقاوش يديكم صفر. معلقه كبيره نتاع دانون مسوس، وكيخصنا معلقه كبيره نتاع زيت جوز الهند ولا لويل دو كوكو، هي اللي غادي خصنا نزيدوها. انا عندي هاد زيت جوز الهند عندي في قرعه بحال هكا، ما جاياش بخاتيك، من الاحسن ملي تبغيو تشريوها شريوها دي جايه في بو ولا في كاس، غير ما تكونش في قرعه بحال هكا لانه كتعذب ملي كتبغي تجبد. كنخلطوا كلشي مزيان. بحال اللي شفتيو زيت نتاع جوز الهند سميتو قاسحه، ما غاديش تذوب كامله ديك الساعات، ولكن ماشي مشكل بقاو طريفات صغيورين ماشي مشكل.
من بعد كناخذ منيدل ولا هذا منديل تاع الكوزينه، وكناخذ فرشات بانسو اللي ما كنخدمش الماكياج ديالي، وغادي نجي وغندهن به ديك الخليط على يدي، غنطلع حتى لصبعاني وليني خليكم بعاد على تفاركم، ما بغيتوش تفاركم يتقاسوا، خليكم انا كنت مخلوعه بقيت بعيده ما قربت بزاف على تفاري، وكنحاول نابليكي دونك في يدي كامله من القدام ومن اللور. من بعد كناخذوا ليغا بحال هكا بيضه وكنديروا فيها يدينا، وهنا نقول لكم ديروا الاستعانه بصديق لانه باش ديرها بيديك بوحدك صعيبه بزاف. وكتخلي هذا الخليط في يديك لمده 10 دقائق ماكسيموم، انا ما نقدش نبقى اكثر من 10 دقائق حيت كانت في الخلعه انه يدي يبقاو صفر. من بعد كتغسلي يديك مزيان، انا درت جوج نوبات الصابونه وغسلت مزيان، تزل الخرقوم وليك شي كامل، وانتم بحال اللي كتشوفوا يدي ماشي صفر، كاين شويه ديال الصفوريه وليني لغد ليك كتزول كلشي كيبقاو يديك بويض وليني كيبانوا لك انهم مرطبين. هذا هو لافونتاج نتاع الماسك هذا. من بعد ما رطبنا يدينا درنا لهم كلشي، دابا غنمشيو للعنايه بالاظافر وغنقول لكم انا شنو كندير لطفاري من بعد ما زولت الجل. اول حاجه عندي هذا البوليسوار، هذا فيه 4 تاع الجهات، الجهه باش كتليمي، فيه 5 ديال الجهات، جهه باش ولا 4 المهم ما بقيتش عاقله، جهه باش كتليمي، جهه باش كتحك ضفرك، المهم كل وحده ولا الصالحه، وحده حرشه باش كتحك الضفر، وحده باش كتبوليه كترطبو، وحده كتعطيه اللمعان. من بعد داكشي كناخذ هذا وكنكحز لي كوتيكول ولا ديك الحيمه الميته اللي كتكون عندنا في الظفر، ما كنزولهاش دابا في البرد لانه كيجيني بنتف، وليني ملي تيكون الصيف كنزولها. من بعد داكشي هذا غير كنوريه لكم، وليني انا ما بقيتش كنديرو دابا. هذا لو سوا ديال ايهوم بالنسبه للناس اللي عندهم ظفرهم كيتهرسوا، ظفرهم ما كيطوالوش، هذا لو سوا هذا غزال بزاف بزاف. لي غندير انا اليوم هو انني غندير ان فيرني هكا بيرمانون ولا سيمي بيرمانون غير في الدار بهاد لاباري هادي ميني ماكارون، سميتو بحال اللي شفتي، المهم ديك ماكارونا صغيره هذيك اللي كتعدو، وانا اللون اللي اختاريت في هاد لاباري هادي جون لاباري والبانسو والصباغه هاد اللون كوراي اللي غادي نجي نابليكيه على طفاري كاملين. في الاول كدير كوش خفيفه ومن بعد داكشي كدير كوش ثانيه، ونخليكم تشوفوا. شتيو اللون كيجي بارد بزاف، كيجي زوين ماشي لون تاع البرد، وليني اللي كيبغي يدير لون مفتوح في يديه. وانا باش غادي نكمل غندير هاد لاكريم هادي تاع اليدين تاع غوشي غالي، ريحتها زوينه وبالاخص انني ما قديتش على الريحه تاع الخرقوم في يدي، انا كنعرف راسي هاد اليوم هادي كان فيها كنشم بزاف، والريحه تاع الخرقوم جاتني فيه الريحه مجده ما قديتش تبقى لي في يدي. نتمنى ان هاد الفيديو هادي تكون عجبتكم، وما تنساوش انكم تشتركوا في القناه ديالي، تبارطاجيوها مع الصديقات ديالكم، وتلايكوا الفيديو اذا عجبتكم، وخليونا اقتراحات نتاع وصفات وحدة اخرين اللي كينفعوا باش انهم يبيضوا اليدين ويخليو لهم ديك اللمعان ديالو. سلامه.